بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ حل تمرين خاص بسلاسل القمر. هذا بين أسهل التمارين اللي تحطوا في امتحان الوطني. نبدأ على بركة الله لتعرف بعض الخاصيات البنيوية والصخرية المميزة لسلاسل الطمر، مع إبراز علاقة هذه السلاسل بديناميك الصفائح. نقترح دراسة المعطيات التالية. دابا هذا هو السياق ديال التمرين، هذا هو السياق. تمثل الوثيقة واحد نموذجا مبسطا يفسر بنية سلسلة جبلية من سلاسل القمر. يعني هنايا غنتكلم على سلاسل القمر. كمثال سلسلة جبال الأنديز، وهذه راه تمت الدراسة ديالها تقريبا جميع الأساتذة تيديروها. وتبرز الوثيقة جوج، توزيع بؤر الزلازل حسب العمق، يعني الشكل واحد أو الشكل ألف، وتوزيع خطوط تساوي درجة الحرارة في هذه المنطقة الشكل باء. ثم الكثافة الصخرية لكل من القشرة المحيطية والقشرة القارية الشكل جيم. بالنسبة للوثيقة واحد، ها هي قدامنا، شنو فيها؟ ها فهي نموذج مبسط يفسر بنية سلسلة جبال الأنديز. بالنسبة للوثيقة جوج، الشكل ألف يبرز توزيع بؤر زلزالية حسب مستوى بنيوف. الشكل باء يبرز توزيع خطوط تساوي درجة الحرارة حسب مستوى بنيوف. هنا عندي هالأرقام 400 درجة، 800، 1200، 1600 درجة، وهنا الخطوط فهي تنغرز مائلة حسب مستوى بنيوف، شدود سالب شدود موجب. بالنسبة للشكل جيم، فهو يبرز الكثافة ديال القشرة المحيطية والكثافة ديال القشرة القارية. هنا عندي انغراز الأكثر كثافة تحت الأقل كثافة. السؤال الأول، استخرج من مقطع الوثيقة واحد مميزات الصخرية والبنيوي لجبال الأنديز. والسؤال رقم جوج، بين من خلال استغلال أشكال الوثيقة جوج ألف وباء وجيم أن هذه السلسلة الجبلية ناتجة عن طمر. لتعرف شروط تشكل الصخور الصهرية المميزة لمناطق الطمر، هنا بلوتونات من الجرانيتويد والأنديزيت. نقدم الوثيقة 3 التي توضح الظروف التجريبية لبداية انصهار صخرة البيريدوتيت المكونة للرداء العلوي، شكل ألف على شكل ألف. صحبة مكان تشكل هذه الصهارة، هذه الصخور الصهرية، الشكل باء، حسب العمق ودرجة الحرارة. إلا قريت هذا وفهمته غادي نفهم كل شيء. السؤال الثالث، من بعد غادي نفصل كل سؤال على حدة. ثلاثة، بين من خلال استغلال شكلي الوثيقة ثلاثة ألف وباء ظروف تشكل الصخور الصهارية في مناطق الطمر. بسم الله على بركة الله. الأجوبة هنا، السؤال رقم واحد، المميزات الصخرية والبنيوية لجبال الأنديز اعتمادا على المقطع ديال هذه الوثيقة. هذا هو المقطع. أول حاجة ترتبط الإجابة على هذا السؤال، باش كترتبط بالملاحظة الدقيقة لهذا المقطع ثم القراءة الجيدة لهذا المقطع. غادي نبداو أول شيء نشوفوا المقطع شنو فيه. أول حاجة التوجيه، التوجيه عندي هنا غرب وعندي هنا شرق، ليست ويست، ولكن في هذا المقطع فيه مميزات بنيوية وصخرية. عندي قشرة قارية، رداء علوي، فالق، بركاني أنديزيتية، بلوتون الجراند شويد، حفرة محيطية، مشور التضخم. هذو كلهم مميزات مميزات ديال ما سلاسل الطمر. غادي نبداو نشوفو. عندي فالق، فهذا خاصية أو مميزة بنيوية، ثم مشور التضخم، ثم حفرة محيطية. يعني هذه كتعطيني يعني من الخصائص البنيوية. ثم أيضا الإضافة الأخرى بركانية أنديزيتية، ثم بلوتون من الجرانيتويد. هذا كلهم خمسة ديال المميزات، سأصوغهم على شكل عوارض. ملي غنتكلم على الفالق، الفالق ما غنقولش فالق فقط، وإنما غنتكلم على فالق معكوس بالإضافة إلى طيات. راه كاينين طيات ضمنيا هنايا، راه كاينين طيات، راه ما يمكنش تقول لي قوى انضغاطية وما كاينش طيات. ضروري من الطيات وجود طيات هنا. دونك الصياغة ديال الجواب تكون
تصاغ الإجابة على شكل عوارض. ها هم: وجود بلوتون بالجرانيتويد، وجود مشروع تضخم، وجود بركانية أنديزيتيا، وجود حفرة محيطية، وجود فوارق معكوسة وطيات. دونك هذه هي الإجابة عندي على السؤال رقم جوج. تبين أن سلسلة جبال الأنديز هي ناتجة عن ظاهرة التمر، ولكن هذا التبيان يتم على ماذا؟ أخا نعتمد فيه على هذه الأشكال: شكل ألف، ها هو يا شكل باء، والشكل جيم. إذا أنا إلا قريت السياق ديال التمرين، ها هو جبت أنا السياق ديال التمرين، ها هو فين حطيته، ها هو السياق من الأول. شكل ألف توزيع بؤر زلازل حسب العمق، شكل باء توزيع خطوط تساوي درجة الحرارة في هذه المنطقة، ثم الشكل جيم الكثافة الصخرية. هادو راه في حد ذاتهم إلا حطيتيهم راه يعتبروا ماشي 75% ديال الجواب. إذا هنا غادي نمشي العارضة الأولى الشكل ألف، العارضة الثانية الشكل باء، العارضة الثالثة الشكل جيم، ثم نعطي العارضة الرابعة كخلاصة لهذه المعطيات. غادي نمشي للشكل الشكل ألف، أشنو عندي هنا؟ توزيع بؤر زلازل حسب مستوى بنيو، وغادي نكتب فاش الإجابة ديالي. هاو الشكل ألف، العريضة الأولى، توزيع بؤر الزلازل حسب العمق بشكل مائل في اتجاه أش؟ في اتجاه القارة حسب مستوى بنيو. هاو فين كتب لي مستوى بنيو؟ إذا ها الإجابة الأولى، ها هي فين مكتوبة هنا، عطيني المفتاح، أنا خاصني فقط غير نكون عندي المخ اللي يفكر. الشكل باء، ها الشكل باء أش فيه؟ هنا الشكل باء وجود شذوذ في منحنى تساوي درجة الحرارة. إلى لاحظت أنا هنايا عندي هنايا هاي الشذوذ، عندي هنا انغراز، عندي هنا شذوذ سالب، ثم عندي هنا في القوس البركاني عندي موجب. دونك هنا شذوذات سالبة في التمر وعندي شذوذات موجبة في الجو. علاش عندي هنا سالب؟ انغراز داك الغلاف الصخري البارد ديال الصفيحة الباردة، وهنايا عندي هنايا تشكل البراكين، داكشي علاش عندي. إذا هنايا وجود شذوذ في منحنى درجة الحرارة، تساوي درجة الحرارة، بحيث تنغرز مائلة حسب مستوى بنيو، ها العريضة رقم جوج. ثم غنجي للشكل جيم، شكل جيم فالكثافة، كثافة القشرة المحيطية هي فين مكتوبة؟ 3.3 ياك، والقشرة القارية 2.7، الذي يظهر على أنه طن هو إيش؟ هو أن انغراز قشرة محيطية تحت القشرة القارية في هذا الشكل، واعتمادا على الكثافة. إذا هذه العريضة الأولى الشكل ألف، العريضة الثانية الشكل باء، والعريضة الثالثة الشكل جيم. ثم أختمها بالعريضة الأخيرة، تدل مختلف هذه الخاصيات إذا على أن الصفيحة المحيطية تنغرز تحت الصفيحة القارية، أي حدود ظاهرة الطمع، وبالتالي فالسلسلة الجبلية ناتجة عن هذه الظاهرة. السؤال رقم 3: ظروف تشكل الصخور الصهاري. اشنا خاصني نربط بين هاد الميبيان ديال انصهار البيليوتيت في ظروف وجود الماء وفي غياب الماء، وعندي الشكل باء اللي كيبرز ليا منطقة الانصهار الجزئي فين كاينة ودرجة الحرارة اللي كتوافق معاها. إذا هنا تتطلب الإجابة عن هذا السؤال، أول حاجة خاصني نقرا مزيان هاد الميبيان، عندي التغير ديال درجة الحرارة والضغط بدلالات العمق، وغادي نشوف أيضا لهاد المنحنيات واحد وجوج وثلاثة والدلالات ديالهم، وهذوك هما اللي غادي نستعمل فاش في الإجابة ديالي. رقم واحد: تطور درجة الحرارة حسب العمق في منطقة الطمر، ها هو رقم واحد. رقم جوج: منحنى تصلب بيردوتيت المميه في وجود الماء، ثم منحنى تصلب بيردوتيت غير المميه في غياب الماء اللي هو المتقطع، ورقم ثلاثة مكتوب حداه. ثم أول حاجة خاصني نبدأ باش بتحديد شروط الانصهار البريدوتيت المميه بإسقاط نقط التقاطع. عندي هذا التقاطع الأول، ها هو التقاطع الأول، هذا التقاطع الثاني. إذا هنا يتقاطع المنحنى ثلاثة جوج ونسميه مع المنحنى واحد ونسميه اسمية ديالهم، وذلك بإسقاط نقط تقاطع هذا المنحنى واحد وجوج على محوري درجة الحرارة والضغط والعمق، يعني هذه المنطقة التقاطع
الإسقاط بهذه الطريقة. ثم عندي درجة الحرارة، ها هو الخط الأخضر، الزرق، ثم البني، يعني غادي نجبد من هنا الضغط، هذه الجهة ديال الضغط، ثم العمق، ها الجهة ديال العمق. يعني هنا إلا لاحظتوا تقريبا فعندي ها القيمة الأولى ثم ها القيمة الثانية. بالنسبة لدرجة الحرارة فهي 1000. بالنسبة للشكل باء، عندي خصني نعرف منطقة الانصهار الجزئي. ها هو درت هذا الشكل البني، لاحظ مزيان ها هو فين كيتواجد، وكيمر منه خط تساوي درجة الحرارة اللي هو 1000. ملي كنقول هنا 1000 وكاين عندي هنا 1000، يعني خاصني نربط العلاقة بينهما. بالنسبة لهذا المحور، إذا يجب علي تحديد ظروف تشكل الصخور الصهارية. ممكن نتكلم الصخور الصهارية سواء البركانية اللي غادي تطلع للسطح كالأنديزيت، والبلوتونية كالجرانيت، الجرانيتويدات بصفة عامة. نمر إن شاء الله لقراءة الشكل أليف. الشكل أليف كما أسلفنا، هنا عندي نقطة تقاطع، ها النقطة الأولى هي، ثم نقطة تقاطع الثانية. إذا هنا في وجود الماء، في وجود الماء عندي هنا تقاطع، ها اللون ها هو رقم جوج، يتقاطع مع رقم واحد. أنا غادي نرسمو باش تفهمو مزيان. إذا فين كيتقاطعو الجوج؟ كيتقاطعو هنا، في الإجابة ديالي كي غندير الإجابة، غادي نقول نلاحظ أن هناك تقاطع بين منحنى، هذا رقم جوج، ها هو فين مكتوبة، ها هو رقم جوج، منحنى تصلب البيريدوتيت المميه مع ماذا؟ مع منحنى تطور درجة الحرارة. إذا هنايا أصبحت عندي شروط الانصهار الجزئي متوفرة، فقط خاصني نحدد درجة الحرارة. إلا درت الإسقاط، إلا درت الإسقاط، غنديرو الإسقاط، عندي هنايا غندير الإسقاط في العمق، تقريبا شحال؟ 80 كيلومتر على العمق. فيما يخص القيمة الثانية تقريبا، فهي تقريبا 120 130 110، دونك كيكون واحد الهامش ديال الخطأ ديال زائد 10 وناقص 10 في درجة الحرارة. فيما يخص درجة الحرارة فغندير الإسقاط، النقطة كتمر من التقاطع الأول للتقاطع الثاني، فهي توافق درجة الحرارة 1000. إذا في الإجابة ديالي في الشكل الألف يلاحظ هناك تقاطع بين منحنى الدرجة السعيرية لمناطق التمر، منحنى واحد، ومنحنى تصلب البيريدوتيت المويه. إذا هنايا توفر شروط الانصهار الجزئي بوجود الماء. سمعتي؟ هذه ممكن نقدر نكتبها هي الأولى، بوجود الماء يحدث انصهار جزئي للبيريدوتيت هكا في عمق يقدر بحوالي 80 كيلومتر و 120 كيلومتر ودرجة الحرارة 1000. كي درت تحصلت على هذه القيم، ها هو درت الإسقاط، بطبيعة الحال انت خاصك دير الإسقاط صحيح. إذا هنايا فبالنسبة للماء فيخفض وجود الماء درجة حرارة انصهار البيريدوتي، إذا فالماء يسهل انصهار البيريدوتي. دونك هذه هي القراءة الجيدة لهذا المبيان، وما كاينش علاش تبقاو تخلعو ديما على المبيان، المبيان تركز فقط على التقاطع. كاين تقاطع، هي هذيك ما كاينش تقاطع، راه ما كاينش عندي شروط الانصهار الجزئي. هنا في غياب الماء، الى بغينا نهضروا على هذا، في غياب الماء عدم التقاطع، اذا عدم توفر شروط الانصهار الجزئي للبيريدوتيت، وبالتالي لن يحدث هناك انصهار لهذا البيريدوتيت. هذا الشكل باء، شنو هي الفكره اللي خاصني نخرج من الشكل؟ هو خاصني نعرف منطقة الانصهار الجزئي فين كاين. إذا مثلا ها هو الرمز، شوف الشكل اللون الأصفر اللون البني، فغادي يمشي ها التمركز ديالو. إذا أين يوجد، أين توجد هذه منطقة الانصهار الجزئي؟ ما عنديش العمق، ما عنديش حتى شي معطيات ديال العمق هنا، ولكن عندي معطى اللي هو اش؟ معطى ديال المنحنى ديال تساوي درجة الحرارة. هذا المنحنى فيمر من منطقة الانصهار الجزئي البريدوتي، زائد ان هذه المنطقه ديال الانصهار شوف تعلوها، غنمشي هنا على الصهاره انديزيتيه، ها
هاهي الصورة غادي طالعة باش غتوصل هنا، باش غتعطيني اش براكين انديزيتية. ثم إلا لاحظتم ملاحظة جيدة، هو عندي هنا بلوتونات ديال الجرانيتويت، الصهارة عند صعودها بفعل خف إما كتطلع السطح تعطيني بركانية انديزيتية انفجارية، إما جزء منها عفوا جزء منها يتصلب في الأعماق ويعطيني صخورا بلوتونية. الإجابة ديالي ها هي وجود منطقة الانصهار الجزئي بمحاذاة منحنى درجة الحرارة 1000 مع وجود صهارة بركانية تعلو منطقة الانصهار الجزئي. بما أنك قريت مناطق يعني تشكل سلاسل التمر، إذا خاصك تكون عارف ظروف تشكل الصخور الصهارية في هذه المناطق، تكون واخد عليها فكرة وعارف كيفاش تتعامل. إذا هنا ظروف التشكل، يعني السؤال الأخير، الصخور الصهارية بمناطق التمر، عندي أول شيء انغلاف الغلاف الصخري المحيطي الأكثر كثافة في انغلاف في الأستينوسفير، يصاحب هذا الانغلاف بارتفاع في الضغط، هنا غادي نتكلم على تحول دينامي، ودرجة الحرارة اللي هي كتبقى في 1000 درجة مئوية حسب المعطيات. حسب هذه الظروف يتم تحول صخور الغلاف الصخري المحيطي، عارفين صخور الغلاف الصخري المحيطي البازلت والجابرو، علاش كتحول؟ غتحول ميتا بازلت او ميتا جابرو، ثم الميتا بازلت او ميتا جابرو غيتحول الشيس الاخضر، ثم الازرق، ثم الاكلوجيت. فهذا التحول يكون تدريجيا. يصاحب هذا التحول باش بالفكره التي دائما نناقشها، وهي اختفاء معادن وظهور اخرى. طبيعه الحال في اقصى درجه تحول في مناطق التمر يتم تحرير الماء، ماء، وهذا الماء فهو يساهم في عمليه الانصهار الجزئي البيريودوتي. ينتشر الماء عبر الرداء الذي يعلو منطقة التمر، فتتحقق شروط الانصهار الجزئي للبيريودوتيت ديال من ديال الصفيحة الراكبة، ياك بيريودوتيت ديال الصفيحة الراكبة، وهذا البيريودوتيت ينتمي للرداء، على عمق يقدر بين حوالي 40 إلى 120 أو 140 كيلومتر، فتتشكل الصهارة. هذه الصهارة تصعد نحو السطح، وهي ناتج عن انصهار جزئي البيريدوتيت، وتخضع في طريقها لتطور كيميائي معقد لتعطي بركانية انديزيتية على مستوى السطح، أو بلوتونات من الجرانيتويدات على مستوى العمق عندما تبرد وتتصلب في العمق. هذا كل ما يتعلق بالتمرين.